وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا والتحليل حول مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين ومدى تأثيرها في الشارع المصري، يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار سيادة المستشار علاء القشلان المحامي بالنقد ورئيس محكمة سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا بكم. يعني بداية، كيف ترى قدرة جماعة الإخوان المسلمين الآن على تنظيم حشود ومدى تأثيرها في الشارع من خلال تظاهرات يوم الجمعة أو كل جمعة منذ فض اعتصام رابعة؟ الحقيقة احنا لو جينا نتكلم على فض الاعتصام او منذ بدء فض الاعتصام حتى النهاردة، هتلاقي حضرتك ان التظاهرات دي بيقل اعدادها تدريجيا كل يوم جمعة، وهذا القلة او عدم القدرة على الحشد ناتجة عن التحقيقات اللي صارت وكشف جماعة قيادات جماعة الاخوان المسلمين لاعضاء الجماعة نفسه. وانا ليا ملاحظه الحقيقه على التقرير اللي اتقال ان كان هناك عده الاف، احنا ما شفناش عده الاف، والصور اللي قدامنا دي كان اغلبها صور ارشيفيه، ما عنديش صوره حيه كانت موجوده امبارح الا في حلقه او اتنين. لكن لما النهارده لما اجي اناقش المظاهرات بتاع امبارح، كان لابد ان يكون هناك صور حيه عن ما تم حدث مكان امبارح. امبارح كلها عده مئات. في التقرير قال لك في حاله وفاه واحده موجوده في اسكندريه، مدير مباحث اسكندريه اللي هو ناصر العبد طلع ونفى هذا الكلام، وقال ان الحاله الوحيده اللي تم وفاتها في الاسكندريه ليس لها علاقه بالتظاهرات على الاطلاق ولا تنتمي لاي طرف من الاطراف. ده كان حادث قد يكون جنائي، قد يكون قضاء وقدر، ولكن ليس له علاقه بالتظاهرات. اما عن القدره على الحشد، في القدره على الحشد انتهت، ما بقاش في قدره على الحشد. بالمقارنه بما كان موجود في رابعه وبما كان موجود في النهضه وبما كان موجود عند القائد ابراهيم، لما نبص امبارح مفيش الناس خلاص. يعني جماعه الاخوان في حد ذاتها اعضاء الجماعه هنلاقيهم انقسموا بقوا ثلاث اربع جماعات، وان كانوا بيصرحوا ان احنا لا زلنا جماعه اعضاء في جماعه الاخوان، ولكن فصائل، جماعه بلا اخوان، اخوان بلا عنف، اخوان بلا تكفير، اخوان. اصبح المساله النهارده جماعه الاخوان المسلمين بتنحدر تماما وبتندحر تماما، وده الحقيقه احنا كنا قلناه تعليقا على اجتماع مكتب الارشاد العالمي في بروكسل يوم 27 سبتمبر. كانت صدرت هناك توصيه من مكتب الارشاد الدولي في 27 سبتمبر، وكان حضره محمد بديع المرشد العام للاخوان، وكانت التوصيه بان يخرج محمد مرسي للشعب ويقر او يعلن يا اما تنحيه يا اما اجراء استفتاء مبكر على الرئاسه. ورفض الحقيقه مكتب الارشاد لجماعه الاخوان المسلمين في مصر هذا الاقتراح، ورفضوا محمد مرسي، ودي كانت النتيجه. وكان مكتب الارشاد الدولي قال بالنص الواحد اذا لم يفعل هذا مرسي في خلال 48 ساعه سوف تنتهي جماعه الاخوان المسلمين من الدول العربيه لمده لا تقل عن 50 سنه. تمام. طب سيادة المستشار، حقيقه البعض بيتساءل اذا لماذا هذه الدعوات من قبل جماعه الاخوان المسلمين بالتظاهر والنزول في الشوارع والميادين على الرغم من محدوديه او قله اعداد المتظاهرين ولكنهم بينزلوا. فكره الحديث عن عوده مرسي من جديد يعني ضرب من ضروب الخيال وامر اشبه بالمستحيل، في ظل كمان يعني اجراء تحقيقات معه فيما يخص احداث الاتحاديه وتامر معه حركة حماس. إذا إيه هي الرسالة اللي هم عايزين يوصلوها زي ما قلت على الرغم من قلة أعدادهم، ولكن إيه الهدف من النزول في الشوارع أو اتباع سياسة الأرض المحروقة في جمعة سابقة، حرق المنشآت والتعدي على كنائس وخلافه؟ والله الحقيقة إحنا لو جينا قلنا حرق المنشآت وتعدي على الكنائس وأعمال تفجيرية، هذا ليس من فعل جماعة الإخوان المسلمين، هذا من فعل الجماعات التكفيرية الموجودة في سيناء وليست جماعة الإخوان المسلمين. ولكنه كان باتفاق وداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، ولكنه كان باتفاق مسبق فيما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين هذه الجماعات التكفيرية. والدلالة على هذا الاتفاق هو العفو الرئاسي الذي أصدره محمد مرسي بخروج العديد من المتهمين من هؤلاء الجماعات لمساندته ولحشودهم في هذا الوقت. اللي بيحصل النهارده حضرتك اللي نازلين في الشارع دول نازلين مأجورين،
ليس الا. والحالة المالية والحالة المادية لجماعة الإخوان المسلمين بدأت برضو في الانحسار، لأن ما بقاش في القدرة على الدفع أو على السداد النقدي اللي كانت موجودة. تكلفة الفرد في رابعة العدوية كانت يوميا بتصل إلى 500-750 جنيه في اليوم، النهاردة تكلفة الفرد ما بتعديش 100-150، فمحدش عنده استعداد ينزل يتعوض ولا يموت عشان 100 ولا 150 جنيه مهما كانت حالته، بالرغم من أنه هو قد يكون في أشد الحاجة ليهم، وهو ده اللي هم بيستغلوه في الناس. والدلالة على كده أن هناك بعض الحالات اللي كانت موجودة في مشارع الجمهورية عموما وليس في مشرحة زنهم تحديدا، كان دايما بيتقال لهم قولوا انه انتحار، قولوا انه الجيش، قولوا انه كذا، وخد وهنديك وخد اللي انتوا عايزينه لاهالي المتوفين، عشان يحاولوا يعملوا عمليه تقويه ضد الجيش. والملاحظه اللي احنا لازم كلنا ناخد بالنا منها، كنا زمان لما بتحصل مشكله بنستدعي الشرطه، وفي ظل الاحداث كنا بنستدعي الجيش، النهارده الشعب بيقول للشرطه والجيش خليك انت على جنب واحنا اللي هنتصرف يعني. وده كان واضح في عملية القنص اللي تمت في المنظيم شارع بطل احمد عبد العزيز من 10 أو 12 يوم. الاهالي هم اللي مسكوا الشاب اللي كان معاه البندقية الآلية، وهم اللي سلموه للجيش وللشرطة. طب يعني سيادة المستشار برضو، يعني هذا الشق تحديدا له جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. البعض بيرى أن هناك عملية عزل شعبي ربما الآن تمارس من قبل جموع الشعب تجاه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ممن يقومون بالتخريب أو إثارة الفوضى في الشارع. البعض الآخر بيرى أنه يجب أن تكون الجهات الأمنية فقط هي الوحيدة المنوط بها التعامل مع مثل هذه المظاهرات أو التعاطي معها في حال خروجها عن الإطار السلمي والإطار الشرعي. هو حضرتك مش عملية، هو العزل الشعبي عزل شعبي لجماعة الإخوان المسلمين وليس عزل شعبي لقوات الأمن بنوعيها سواء كان الجيش أو الشرطة. العزل الشعبي حضرتك بيستدعي في بعض الأحيان التعامل ما بين فئات الشعب، وبالتالي بتنشأ الاحتكاكات أو السقوط مصابين أو في بعض الأحيان قد الله النهارده حضرتك كم المصابين والقتلى من قوات الامن بنوعيها سواء الداخليه او الجيش ادى حاله استنفار للشعب نفسه، لا احنا هنضحي في سبيل ان الجيش والشرطه يفضلوا زي ما هم. دلاله على كده حضرتك ما يحدث في سيناء النهارده، اللي بيحصل في سيناء النهارده ايه؟ الجيش بيتدخل، مفيش حد من الاهالي بيتدخل، لان القدره العسكريه وقدره استخدام الاليات موجوده مع الجيش ومع الشرطه. الاهالي لا تتدخل، بل بالعكس ده الاهالي بتؤيد الجيش والشرطه فيما يفعلوه. ويدل على هذا ان تم قطع الاتصالات سواء التليفونيه او الانترنت او خلافه كافه الاتصالات عن منطقه سيناء بالكامل، ومحدش اشتكى ومحدش صوته عالي وقال ليه. ده عشان يمنع التواصل فيما بين الجماعات التكفيرية اللي موجودة وفيما بين المنورين الخارجيين. إذا هناك دعم ومساندة حقيقية من قبل الأهالي للجيش والشرطة في محاربة العنف والإرهاب بشكل عام. الدعم والمساندة من قبل جموع الشعب المصري للجيش وللشرطة. في رأيك لماذا يعني تم الانتقال من سيناء إلى يعني إحداث بعض الأعمال الإرهابية أو الإجرامية داخل القاهرة؟ هو حضرتك عندما يصل درجة العنف إلى ما هو أبعد من المتوقع، ده معناه حالة إفلاس وحالة لمحاولة إثبات الوجود ليس إلا. نعم. طب سيادة المستشار، المشهد حاليا يعني وفق هذه التداعيات او المعطيات انه في مظاهرات تقريبا كل يوم جمعه لتنظيم جماعه الاخوان المسلمين او من يساندونهم، وايضا يعني ربما كان ايضا في ايام الاسبوع العاديه هناك بعض المسيرات اللي بتجوب عدد من شوارع القاهره وربما ايضا المحافظات. هل سيؤثر هذا المشهد بمعطياته الحاليه على خارطه الطريق التي وضعتها الحكومه الحاليه من يعني تعديل دستور او وضع دستور جديد للبلاد، اجراء انتخابات برلمانيه ومن ثم رئاسيه، هل من الممكن اشاعه جو من الفوضى يؤثر بشكل او باخر على خارطه الطريق اللي تم اقرارها؟ هو حضرتك الهدف من المظاهرات اللي موجوده النهارده ان هم عايزين يوصلوا ان احنا قد نتسبب في اعاقه العمليه الانتخابيه. فدي جزئية. أما وضع خريطة الطريق، الحكومة ما حطتش خريطة الطريق، اللي حط خريطة الطريق هو الشعب. الشعب بقوة الشعب المختلفة
تم وضع خريطة الطريق واعلن عن الفريق عبد الفتاح السيسي. اذا اللي وضع خريطة الطريق هو جمهور الشعب، والشعب لن يتنازل عن هذه الخريطة باي حال من الاحوال، وهو الضامن يعني لتنفيذها، وهو الضامن لتنفيذها، فلن يجدي معه اي شيء. اما حته المزارات هو النهارده عايز يقول ان انا هاجف في الدستور واعمل دوشه واعمل تفجيرات واعمل مظاهرات عشان الناس ما زي ما حصل في انتخابات مجلس الشعب السابقه في عهد مرسي، وزي ما حصل في الاستفتاء على الدستور، بقت هناك عمليه اعاقه واضحه لكافه قوى الشعب من الادلاء باصواتهم او الادلاء برايهم في الدستور. يعني رايك ان التظاهرات دي ستستمر حتى وان قلت اعدادها؟ ستستمر هذه التظاهرات حتى وان قلت اعدادها، ولكن السيطره على هذه التظاهرات موجوده. يعني هم عملوا محاوله في انهم يعودوا الى رابعه العدويه امبارح وفشلت، عملوا محاوله في انهم يعودوا لمصطفى محمود الجمعه اللي فاتت وفشلت، عملوا محاوله الجمعه اللي فاتت برضه في مسجد الحصري في 6 اكتوبر وفشلت. هم بيحاولوا يعملوا عمليه تجمع لكافه قوى الاخوان المسلمين او اعضاء الجماعه اللي لا زالوا بفكره تكفير للمجتمع، انهم يحطوهم في حته واحده عشان يقولوا هي دي بتاعتنا وتعلم فيها دوله اسلاميه. احد كبار عواقل قبائل سيناء اعلن اعتقد امبارح بانه لا يمكن اعلان اماره اسلاميه في سيناء طالما اهل سيناء موجودين على ارضها. فده مما يؤكد الدعم الشعبي من كافه قوى الشعب لمقاومه الارهاب والتطرف سواء في سيناء او في مصر. نعم، المستشار علاء القشلان المحامي بالنقد ورئيس المحكمه سابقا، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار. شكرا يا فندم. ومشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقتنا النهارده من هذا الصباح. نتمنى تكون فقراتنا وحواراتنا النهارده حازت على اعجاب حضراتكم ورضاكم. بنشكركم مشاهدينا، وغدا فريق عمل جديد من هذا الصباح. دمتم في رعايه الله وامانه، الى اللقاء.